السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكم شباب زايدي داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا اكتيزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خاوتي نتكلموا على الأكتواليتي، هي الحدث تصفيات كأس العالم والهزيمة الغير المتوقعة وعيدها الصفحة التي تعلقها الناخب الوطني بيتكوفيتش والمنتخب الوطني والجماهير الجزائرية بالانهزام المفاجئ والغير المتوقع ضد غينيا كوناكري، التي تعتبر من أحسن الفرق والمنتخبات الإفريقية التي تلعب كرة نظيفة وعندهم لاعبين كبار في أوروبا. هذه المباراة بيتكوفيتش أخطأ. نحن اليوم نتكلموا نروحوا للجرح وين راه. بيتكوفيتش عليه بالانتفاضة في مباراة أوغندا، التي ستعتبر مباراة مش مصيرية ولكن مباراة لها أهمية كبيرة من أجل البقاء في المرتبة الأولى. وبعدها كاين كما يقولوا حوالي 10 أشهر بوز حتى المارس باش يشتغل ويقوم بثورة في الفريق واللي يستاهل يبقى واللي ما يستاهلش يبقى. أخطأ بيتكوفيتش، تكلم في الندوة الصحفية، عجبتني في أمور قالها: ما هرب، ما تخوبت، ما تنفق، ما والو، ما برر كيما مثل سابقه المقدس محبوب الهيشر وزعماء. محبوب زعماء العايشر كان يبرك وخاطر يجيبك تمرين بالنوتيرا، ما خلوناش نخدمو قبل الماتش ديالنا في لي بلاطو، كلاونا في لي بلاطو. يا بيتكوفيتش قبل المباراة هذه كلاوه في لي بلاطو، بصح هو ما يسمعش كلاوه زعماء العايشر وصحاب التخاشيب، كلاوه على بلاي فلان بحرز طاطا نورمال. ولكن حنايا شفنا المباراة بلي الناخب الوطني أخطاء كثيرة وعليه التدارك سريعا، لأن المباراة يوم الاثنين ستكون مباراة مهمة ومباراة اللي كنجيبوا بها الاستقرار والكالم للمنتخب الوطني وللمشوار. بقية المشوار مازال بقي 7 مباريات، بالتاني نكون نلعبوا تاع 2 تبقى لنا 6 مباريات، سنعود بقوة بإذن الله. ولكن لازم تفادي الهزيمة في أوغندا. أنا برومو الفوز ضروري، التعادل أقل أضرار، ولكن الانهزام ممنوع منعا باتا. غادي يولي لو لا قدر الله بعد الشر لو كان نهزمو غادي الضغط يولي رهيب. ما نهزمو نقدروا نرجعوا، ولكن الرجوع سيكون صعب واللي له تضحيات. لهذا لازم اللاعبين يتحلوا بالمسؤولية. الناخب الوطني لازم له تغييرات راهي واضحة. قد يكون تغيير في حراسة المرمى، لأن ماندريا راهي يعاني معاناة، راهي من تضربها لا تدخل من موريتانيا وروح راه وين تضربها. أما أنا الماتش تاعو اللي دار وشباب هو الماتش تاع السنغال، ماتش أميكا دار جراو ماتش أميكا. قلنا لكم ذاك النهار بلي أندريا هو اللي جاب الفوز للجزائر في السنغال. من هذاك الماتش ما السيد ما دار والو. راك تشوف الدفاع راهو يعاني، لازم نشوف خاصة لي كوتي. لي كوتي راهم حمام، ايت نوري راه حمام، ايت نوري انا ما راش عاجبني راه مطلع لي لا طونسيون. السي حاب السي محمد ما يخافش، ماشي ديسيبلين السيد، راه ياكل في البوله، ياكل فيها ماكله بصح ما كاش لا يهضر معاه، ما عندوش داك الانضباط سي محمد، وما لا بالوش يلعب تشوكر يخسر قيس البوله، ما يفونجي ما والو. ما فهمتش انا ما عندهاش كاع روح المسؤوليه هذاك ايت نوري، ما راش عاجبني. عطال يسيي عنده هذيك الكرينتا، ولكن راه يدير اخطاء فادحه، ما راه يلعب بدون عقل. الهدف الثاني جا من عنده تاع كادو باس دي نجمو نقولوا مد باس ديسيزيف اللاعب تاع غينيا، والاخر تاع غينيا لعبها شقلبها كيما يحب. حتى عطال بهذا المستوى بقاء تاع كل المنتخب الوطني اصبح صعب. انا شفت قيطون دخل في بلاصتك، لا هو يلعب خير من قيطون، يلعب سيريو قيطون عنده ديك الفعاليه وعنده ديك الصرامه في اللعب. انت يا والو
راك هو لو ميسيو الاخر. انا تبان لي ان بان لي غيطون هو اللي يكون في اوغندا او موان سيكيريزي لك لاريير، باسكو لازم سيكيريزي لاريير. انا شفنا المباراه تاع اوغندا، عندهم موجو، عندهم بعض المهاجمين خفاف، سيرتو ذاك رقم 7 اذا كي زربوط. حنايا وشتنو عندنا، حنا عندنا مشكل في الدفاع. حنا نتمنوا الناخب الوطني اي رونفورسي الدفاع. للاسف لازم نرجعوا للسيستم تاع حاليدوزيتش، لازم يكونوا ثلاثه في اللاكس على الاقل. انا نشوفو طوغاي ماهوش حاجه كبيره، ماندي تاني يدير اخطاء، لازم ترونفونسيهم تروازيام ديفونسير، لازم تزيد معاهم كداد ولا مدني. ما عندكش حل، لازم يكون، انا بون مو الدفاع لازم يكونوا ثلاثة في اللاكس، لاعب ثلاثة باش ترونفونسي. دروك انت راك تلعب افيك امبريسيون افيك ضغط، ماكش كونفيون، لازم ترونفورسي الديفونس تاعك وترونفورسي الميليو. باسكو طونك مين يكون وسط الميدان ضعيف، الضغط غادي يجي للدفاع والدفاع يولي يدير اخطاء. هنا ندروك الرجوع تاع بن ناصر، معلوماتي راجع بها بنسبه كبيره، ممكن يكون بن ناصر مع 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 بن طالب، هذا مليحه. قد يكون رجوع عوار باش يعطي دفع هجومي وسط ميدان هجومي تاني. عوار لازم نشوفوه، نشوفوه في الميطو ما عجبكش خرجه نورمال عادي. دروك لازم نشوفو عمورة، لازم هو يكون في الكوتي غوش. حنا تمنينا يكون بلايلي، ولكن بلايلي انا تمنيت بعد ذهاب ابراهيمي بوكو با نكونفوكو بلايلي، ما فيها والو، نجيبوه نلعبو به. ما صحيح وجهك الهاي شهر استنجد به، طاحت به طيح نيفه، ها كيما دير ما تسلك معاش. انا تبان لي ما نديش على الناس، انا نجيبه بلايلي، نجيبه نقدر نجيب. بصح معلوماتي عندي بلايلي محال يكون كونفوكي. عمورة يكون في الكوتي غوش، لازم يدخل تيتيلار ويلعب في الرواق الايسر بلاصه تاع بالرحمه. بالرحمه سي بون، بالرحمه تروح تريا خويا في البونتوش، نسحقوك ربع ساعه تاليه 20 من تاليه نكونو رابحين عبسه كاش مرة فرصو بيك. بصح تيتيلار اسمح لي بالرحمه خويا، الله غالب ما دو لك لي زونتيير لي شونس، شنات بلي ما راكش افيكاس. نشكروك انسان متخلق وليد فاميليا، خلي المستقبل تبان. ساس بو تولي ساس بو ندخلوك دو زاميطو دير دي بيتش، دير دي ماتش شابين وترجع عادي دنيا. ما نجمش تعرف بنزية لازم يرجع، يكون لازم تكون تعليمات بنزية، يكون ممكن بنزية يكون تيتيرا، ما كانش ميشو خطير حيت بصح ما جاتهش كورات، ما كانش ضعيف بنزية، بنزية ما ضيعش ولكن ما لحقاتها حتى كورات. بنزية ينجم يدير لك تواولات، لازم تكون عنده ديك، لازم الناخب الوطني يحط لهم يدير لهم التعليمات صارمة. لازم تلعبوا بأمور فردية، كرة اندو اندو وتدخل ودير مشاكل، لازم مش تقعدوا تخافوا وتردوا فيها تردها الراول وتردها، لا لازم تونكاي تضبها اونكاجي. انا نتمنى تاني ممكن بونجاح يكون تيتيلا، لازم اللي قلنا راس رحبه، راس حربه باش يزعج الهجوم تاع المنتخب الاوغندي، ولازم يكون مينور دو جو، لازم يكون سي بور سا. نقول لكم باللي كاين تغييرات تاعو حوالي ثلاثه او اربع لاعبين حسب المعلومات اللي استيقظناها من مركز سيدي موسى. كاين لاعبين راهم حاسين بلي غلطوا، لاعبين حابين يرجعوا، رئيس الاتحاد اجتمع معاهم، حتى الناخب اجتمع معاهم وحطوا لهم تعليمات. كان عندهم روبو البارح ما حبوش يعطوهم روبو، قالوا باسكو ريزيطا عيانه ما كان لا روبو لا والو. داروا التدريبات، لاعبين كانوا شويه مزعفانين زعلانين على الخساره، باسكو على بالهم بلي الشعب دار عليهم، وعندنا شعب حنايا انورمال، شعب قبيح، شعب ينكر الخير، اما لازم ترد توجد تقعد مزهيه باش يزهيك، هذه طبيب ما ينهيهاش. لهذا من هذا المنبر نقول لكم بلي الناخب الوطني غادي يسعى، ولازم نعطوه البيئه، لازم نعطوه الكالم باش على الاقل يتفادى الهزيمه في اورلندا، والفوز سيكون احسن هديه للشعب الجزائري، وتكون الاستقرار للمنتخب الوطني على الاقل نتفادى الهزيمه. ولكن الحاجه المليحه هي الفوز، التغييرات ستكون جذريه. نمام في هذه اللحظات المنتخب الوطني يطير الى اوغندا، هيكون معهم رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد يجتمع مع اللاعبين وخاصه يجتمع معهم في اوغندا من اجل الرجوع بنتيجه ايجابيه كما يقولوا تبقى حظوظنا كبيره وكبيره للتاهل الى المونديال. اللي يقولوا بلي التاهل هذا سهل بارابور التاهلات السابقه، هذا تاهل سهل، ولازم كما يقولوا ما نراطوش هذه الفرصه.
للذهاب الى المونديال للمره الخامسه باذن الله. فوالا خاوتي، تكلمنا على بيتكوفيتش باللي اخطا ولازم نعطوه الوقت باش يصحح اخطائه، وهذه سنه الحياه. اذا شفناه ما يستاهلش يبقى، سنطالب برحيله في اقرب وقت. نورمال كنشوفوا بلي هذا صايم ما يطيقش يمد لنا، نقولوا له روح عادي. هذا ما كان، غادي ندير لكم حصه على التخطيط الجهنمي الجامعة هاشر اللي غادي نجاوبهم في الفيديو القادم باذن الله. تحيه لكم خاوتي، 1 2 3 فيفا لاجيري.